يعني مقارنة بالاقتراعات الماضية، ما نهضرش على 12 ديسمبر، الاقتراعات الماضية يعني بالمعنى يعني باش نوحي يعني كانت النسبة في اليوم الأول النسبة المعلنة، ما على باليش كان النسبة حقيقية ولا لا، كانت 7% 8% في اليوم الأول هكذاك. المرة هذه راهي وصلت 11% 11% في بعض المكاتب اللي وصلتنا يعني المعلومات نتاعها في اليوم اللي 11%، يعني رقم يشجع كثير على ان يعني توافد للمواطنين على مكاتب الاقتراع يوم غد ان شاء الله يكون بصفة محترمة جدا.